السلام عليكم أعزائي متابعين قناة ربحك. عندنا لأول مرة تشوفونا يا ريت تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. النهاردة شايف معانا موقع ممتاز جدا لربح عملة الدوكوين. الموقع بيدينا 5 دوكوين هدية عند التسجيل، وبيدينا على كل إعلان نص دوكوين يا شباب، والحد الأدنى للسحب 20 دوكوين. وموقع سهل جدا، ودي واجهة الموقع من الخارج، وهنا اخر ايداعات واخر سحوبات من الموقع. الموقع بيعطيك خطة مجانية، وتقدر تلاقي نفسك للخطة التانية ب150 روبل، ب150 دوك كوين. وده اللي انا عملته يا شباب، اودعت 150 دوك كوين، وهعمل واشتري خطة واعلي ارباحي في الموقع. هاجي من هنا يا شباب تسجيل في الموقع، هحط هنا الفريست نيم الاسم الاول، وهنا بعد كده اليوزر نيم يا شباب، الاسم الاول، اليوزر نيم، الايميل، الباسورد، دعاية الباسورد. وبعد كده يا شباب بننزل تحت نحط علم على الكباتشة، وبعد كده بنعمل تسجيل. هنيجي للدخول يا شباب من هنا، بيبعتلك رسالة تأكيد على الايميل، متهيألي اعتقد ذلك، فتابع الموضوع دوت. لو بعتلك رسالة فعل الايميل بتاعك. بعد كده البريد الالكتروني والباسورد، وبنعمل دخول. ده شكل الموقع من الداخل يا شباب، زي ما انتم شايفين بيدينا 5 دوك كوين هدية. انا حطيت 150، وهعمل وعلي الترقية بتاعت دلوقتي. وعندك هنا دي مكتسبات الاحالات، لو ترجمنا كده باللغة العربية يا شباب. او نخش اول حاجة على مشاهدة الاعلانات، عندك دي الطرق زي ما انتم شايفين، بيديك نص دوك كوين على الاعلانات 300 ألف. وعندك في هنا بقية الاعلانات، كل اللي عليك ان انت بتدوس هنا على الاعلان كده، هيفتح معاك مؤشر هنا اهو. اول ما المؤشر ده يوصل للاخر كده، انت حصلت على قيمة الاعلان اللي هي الخمسة اللي هي نص دوك كوين. ننتظر ثواني او المؤشر بدأ يملى يا شباب. موقع سهل جدا يا شباب، في مشاهدات في فيديو، في ضغط على الاعلانات، وهوريكم دلوقتي هنرقي الحساب ونشوف هيعمل ايه معانا. الربح المجاني يا شباب يعني بتاخد حوالي 10 دوك كوين من الموقع. لما بترقي الخطة بتحصل على 20 دوك كوين في اليوم، أرباحك اليومية. الخطة المجانية أو هندوس هنا كده يا شباب، خلاص كده خدنا قيمة الإعلان كده. زي ما انتم شايفين الإعلان كده تم أهو، بقى عندي كده. لو دخلنا على الحساب بتاعنا على الداشبورد، هنلاقي في حسابنا بقى 6 دوك كوين. تمام، هنخش بقى على ترقية الحساب. هنيجي من هنا، لا مش من هنا، ثواني. هنا ايه الاعضاء الضوء، دي خطط تبع الموقع. لو انت حابب ان انت تشتري خطة من الخطط ديت، بتتصل بيهم وتشتري الخطة اللي انت عايزها. تمام، ترقية من هنا شباب، اهي ترقية العضوية. هتلاقي مفيش خطتين بس في ترقية الأدوية، الخطة الأولانية الفري، والخطة التانية اللي هي ب150 دوك كوين. هنشتري الخطة ديت طبعا بعد ما عملت الإيداع كده. ايه الخطة بتاعتي بقت كده، كمان الخطة لسه متفعلتش. لما الخطة تتفعل هتلاقي كل حاجة عندك بتزيد في الربح بتاعها. تمام، هنيجي كده نخش بعد هنا، عندنا قلنا مشاهدة الإعلانات، وبعد مشاهدة الإعلانات في مشاهدة الفيديوهات يا شباب. عندك بيدي 8 على الفيديو ده، متهيألي بعد الترقية، مش عارف الفرقات فعلت ولا لسه، بس اهو بيدي يعني 8 مليون أو 80 مليون، يعني أرباح كويسة جدا. بعد كده يا شباب عندنا قلنا ديت الخطط، ودي الخطط اللي هي ايه الترقية الخطط. ومن هنا ديبوزيت لو انت هتعمل ايداع في الموقع،
بتيجي من هنا، حدد بوابة الإيداع من هنا، بتحدد شوف انت عايز تودع، حط الكمية، اقل حاجة طبعا 150 عشان تشتري، وبعد كده بتعمل إيداع. تمام، في عندك بعد كده السحب من هنا اهو، بتحط هنا عنوان المحفظة، وهنا بتحط المبلغ، وبتعمل ويزدروم. السحب بيوصل لك، ويكون عندك هنا اقل حاجة 20، وان شاء الله هنعمل اثبات سحب قريب بعد ترقية الخطة. بعد كده عندك رابط الإحالة الليبرال، ادي رابط الإحالة بتاعك اهو. وطبعا زي ما انتم شايفين كده انا عندي إحالة. بعد كده يا شباب، شراء حركة المرور، لو انت عايز تحط موقع ليك او اعلان ليك في الموقع، بتيجي من هنا بتشتري زي ما انا قلت لكم من هنا، بتشتري الخطة وتتواصل معاهم ويدوك خطة. هنترجم كده، اذا كنت تريد يحط لك اعلان في الموقع زي الناس اللي بتشوفه دوت، وتديهم المبلغ اللي انت عايز تودعه، وبتشتري الخطة اللي انت عايزها حسب الخطة اللي انت عايزها. بعد كده تاريخ الكسب، لو انت كسبت اي حاجة بتلاقي التاريخ بتاعك هنا اهوت. بس في حاجات تانية في الموقع عندك هنا، لو انت عايز تعمل ارائك في الموقع، بتخش على كلمة بصمة ديت، بتحط هنا العنوان اللي انت عايز تتواصل معاهم فيه، تكتب عنه، وهنا بتحط التعليق بتاعك، وبتعمل ارسال لو عايز تضيف اي حاجة في الموقع، او شايف ان ايه رأيك في الموقع والكلام دوت. تمام، وفي هنا الحساب بتاعك، لو انت عايز تعدل اي حاجة بتخش على البروفايل من هنا، وبتيجي تعدل على اي حاجة في الحساب بتاعك. هنا كل طبعا هنا التحقيقات، تحقيق من الحساب، رسالة تحقيق، لم يتحقق، لم يتحقق. تمام، بس يا شباب دي كده كل حاجة على الموقع. موقع سهل وممتاز جدا، انصحكم بالشغل عليه، وان شاء الله هنعمله اثبات سحب قريب جدا الموقع دوت، يعني ان شاء الله هشتغل عليه النهارده وبكره بكبيره قوي، هعمل لكم اثبات سحب ليه. وبكده يا شباب اكون انتهيت. اهو شوفوا لما رقيت الخطه كده، دي الفيديوهات ولا الايه؟ لا دي الفيديوهات، هنا الاعلانات شانلز، لسه بقى الخطه ما اشتغلتش. بس يا شباب دي كده كل حاجه على الموقع، ان شاء الله الشرح الجاي هنكون عملنا اثبات سحب، وبكده اكون انتهيت من الشرح. والسلام عليكم ورحمة الله، في فيديو اخر ان شاء الله. سلام يا شباب.